منتدى قطر الاقتصادي، منتدى جدا مهم، هاي طبعا في نسخته الثانية، حضور من أعلى المستويات ومن جميع من رؤساء الدول، مرورا برؤساء التنفيذيين، مرورا بوزراء مالية وزراء تجارة. أيضا المواضيع اللي طرحها المنتدى مواضيع جدا مهمة وحساسة، وتأتي في وقت حساس جدا. يعني لو خذينا عنوان المنتدى اللي هو Equalizing Recovery، اللي هو خلينا نقول التساوي في التعافي الاقتصادي، هذا موضوع جدا مهم. طبعا في امور اقتصاديه، وقلنا في تحديات اقتصاديه كثيره قاعده تمر فيها العالم الحين، من ناحيه التضخم، من ناحيه يعني خلينا نقول تراجع النمو، ايضا من ناحيه اللوجيستكس، وايضا نقص الغذاء. هذه التحديات جدا مهمه وطرحها المنتدى بشكل وافي ومهم جدا. اعتقد ولو انا استشهد يعني بكلمه حضره صاحب السمو حفظه الله في افتتاح المنتدى، ان ضروره تآلب الجهود وتكافل الجهود لوضع خطه للتعافي للجميع يعني، ولازم احنا نكون نضع يدنا مع بعض. فطبعا هذا نفس رساله المؤتمر، انا اعتقد منتدى قطر بدا يضع اسمه على خارطه المنتديات العالميه الاقتصاديه المهمه جدا، ونحن سعيدين. طبعا اشكر الجميع اللي شارك في اعداد وترتيب هذا المنتدى، كان مجهود جبار من الجميع.